اهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونكمل كلامنا وفقرتنا الاخيره في استاد الاهلي اليوم. مرحب بضيفي الكبير الناقد الرياضي الاستاذ خالد العاشم. سخير يا فندم، والف مبروك النادي الاهلي. مساء النور عليك وعلى جماهير النادي الاهلي وجماهير مصر في كل العالم، ومبروك برضو ليك والجمهور الاهلي وجمهور مصر في كل العالم. النهارده يا استاذ خالد حاله جميله جدا من بدايه اليوم، وهكررها، الكل بيلتف حول النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي كان عنده ثقه، كان عنده امل من بدايه يومنا النهارده، وتغطيه كانت جميله في قناه النادي الاهلي اللي البعض عمال بيشكك فيها، ولكن قناه النادي الاهلي دايما ما ترى الا شعار النادي الاهلي. كل الجمهور في ابتسامه امل، في ابتسامه فخر، في ابتسامه حرص على الوجود ودعم ناديها، وجمهور النادي الاهلي دايما هو من يصنع الفرق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا اكيد كنا نتمنى ان تبقى الظروف احسن من كده، كنا عملنا يمكن اجواء افضل من كده بكتير تناسب الحدث. انما خليناش نطلع بره الملعب وحدوته الملعب، سيبك من اي حاجه جانبيه، خلينا نركز في الحدث. انه برغم ان هو مكرر يعني دائما وابدا، النادي الاهلي بيعرف ازاي يهزم الصعب، مش بيهزم منافس، الاهلي بيهزم الصعب، لانه دائما تحديات الاهلي صعبه قوي، مش منافس قوي. عمر النادي الاهلي ما بتبقى مشكلته في منافس قوي بيلعب معاه فقط، تبقى عوامل كتير، حاجات كتير. نعم. طبعا لقيت معايا يعني. نعم. في عندي نقص في لعيبه، عندي مشاكل، عندي ضغوطات، عندي متاخر مثلا بجون في ماتش ذهاب زي ما حصل، وعندي منافس قوي، مجموعه عوامل بتقف دايما قدام النادي الاهلي علشان تحس النادي الاهلي في موقف صعب. لكن لو حاجه واحده من دول ما تهزش شعره في النادي الاهلي، ولان النادي الاهلي معودنا. انما هي المتعه برضو انك بتبقى قاعد قلقان ليه؟ لازم تحصل حاجات كده علشان تحس بحلاوه الفرحه. عارف لما يجيلك شويه صداع ويروحوا تحس بالمتعه، لما يجيلك موقف ضاغط على اعصابك وبعدين ينتهي تحس بمتعه. لو العمليه ماشيه زي ما هي كده تبقى صعب عليك قوي. في ناس كتير طبعا الفتره اللي فاتت حاولت تصعب عليك المهمه، وبدا يتسرب اليوم الياس. احنا كاننا فاهمين طبعا تاريخ النادي الاهلي وفاهمين طبيعه وشخصيه النادي الاهلي وكيانه، الحاجات دي كانت بتطمننا قوي. كنت كل ما اشوف حاله ياس عند حد او حد بيصعب المهم على نفسه كنت ببقى مستريح جدا. بصراحة يا فندم، انا لما شاهدت المؤتمر الصحفي وكلام المدير الفني الفرنسي يوبير فيلو ومدرب النجم الساحلي، انا ببسط كل ما بلاقي مدير فني بيطلع يتحدث بهذه الثقه وهو بيواجه النادي الاهلي. بيبقى بالنسبه لي ببقى حاسس قد ايه هو هيبقى داخل الماتش، وحاسس ان الناحيه الثانيه بتعمل لنا تحفيز كبير وبنعطيهم درسا في كره القدم. خد بالك انه انت بتاع كوره يعني، فاهم انه مدرب استحاله هيجي يقول لك في ماتش زي ده مصيري زي ده النادي الاهلي فريق قوي وهيكسب وظروفنا، ولازم يبدا يلعبك، لازم يوصل لك رساله احباط. في ناس بتاخد ده يقول لك يا عم ده المدرب ده واثق في نفسه قوي، ده الراجل جاي فاهم ورقه عامل ازاي، الراجل متمكن. في دي رساله احيانا بتصيب حد بحاله ازعاج او ارباك، جايز هو ما يعرفش ان ده النادي الاهلي، وجايز ما حدش قال له يعني ايه النادي الاهلي في مصر او بره مصر، اسم النادي الاهلي عموما يعني. فقال لك العب بالورقه دي، ورقه ان انا هز ثقه النادي الاهلي في نفسه. فكان نصيبه انه يشيل الست ويشيلهم ايه يعني، هو نفسه نازل مرتبك يعني. هو الهدف الاولاني توفيق عالي من ربنا سبحانه وتعالى، ولما بقول كلمه توفيق، التوفيق ما بيجيش كده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. التوفيق بيجي للمجتهد من عند ربنا سبحانه وتعالى يعني. الولاد بتوعنا تعبوا قوي، وحسام البدري يا عيني بيصعب عليا والله العظيم، بيصعب عليا انه الوحيد، المدرب الوحيد في مصر اللي دائما وابدا محطوط تحت ضغط، ضغط غير عادي حتى من بعض الاهلاويه، وده اللي مزعل الواحد. دايما الناس حاطاه في امتحان، مهما انجز ومهما يعني فرح الناس دايما تلاقي في حد كده ضاغط عليه بحاجه. تحدى بحاجات كتير جدا، تحدى بالغيابات اللي مش موجوده، تحدى بفكره اللي بيلعب بيه، تحدى بوليد ازارو اللي بالمناسبه كنت براهن عليه وبقوه زي ما راهنت على فلافيو قبل كده. وبالمناسبه كان في حوار بيني وبين الكابتن ياسر ريان عشان لما اجي لك تفكره، حوالي 3 ايام كان بيكلمني على وليد، قلت له بص يا ياسر في حاجات ما ينفعش نتناقش فيها، لما بقول لك الراجل ده عنده مقدمات انه هيبقى مهاجم من طراز فريق النادي الاهلي. لا حضرتك حتى قلتها معانا في استاد الاهلي كذا مره. فقال لي طيب فلسه يا حل، قلت له لا مش هنتكلم، خلينا نسيبها للوقت. ما عدناش 3 ايام والراجل، خد بالك يا محمد الكره مش انك بتحط كره في الجون، في ناس شكل الكره يقول لك سهل. طب ما وليد جاله قال لي اسهل من ده، وجاله انفرادات وكره تحت رجله، وجاله فرص انه يسجل بدل الجون 2 و3 و4 ما عملهاش. انما هو انا زي ما قلت له ياسر الولد لسه بيجري على ازاز،
وليد كان بيجري على الازاز اللي هو خايف خايف يتقل رجله على الارض. النهارده وليد متقل رجله على الارض، واخد جرعه نفسيه وجرعه فنيه عاليه جدا. الجون الاولاني اللي جابه مش كره مقابله راح رميها في الجون، لا تحس ان هو زي ما يكون دماغه على رومان بيلي زي فلافيو، لف دماغه كده عشان يبعدها على البعيده. الثانيه داخله مستقيمه، الثالثه السرعه اللي بيجيب بيها الجون انه بيسبق حارس المرمى. ما هي الخطوات دي مش سهله، انا كان ممكن البس في حارس المرمى، لكن اتفرج عليه يا محمد، هو بيقطع، هو بيجري، هو امتى يفتح في اليمين، امتى يدخل من العمق، امتى يحط المنافس في ظهره، امتى يسلم السهله، امتى يبعدها يحذفها على البعيده. يبقى راجل جسمه مفروض في الملعب، شايف الملعب، عنده قدرات جيده جدا. ثلاث اجوان في ماتش زي ده عنده. وعلى فكره وليد مش بالنسبه لنا مفاجاه، لان احنا شفناه قبل كده فعارفين اوريدي ان هو لا فرود منتخب، ان هو فرود منتخب، فرود منتخب وعلى اعلى مستوى. لكن برضه هاخد حضرتك لنقطه مهمه جدا. كابتن حسام البدري في مؤتمر صحفي امام الرجاء بعد اللقاء مباشره واصابه حسام عاشور وابتعاد احمد فتحي، فاول بدايه كلامه قال لك وعسى ان تقراه شيئا. الكلمه دي طمنتني انا كتير وطمنت الكثير من الاهلاويه، لانها بتبين اولا الثقه في الله سبحانه وتعالى، تاني شيء ان هو قال ان انا عندي من البدايل اللي قادره على التعويض، وحتى هو ابتداها في ماتش الرجاء لما دعم رامي ربيعه ودفع بيه في خط الوسط ولعب محمد نجيب اللي برضه لازم نشيد بيه. حتى المهندس محمود طاهر النهارده اشاد بمحمد نجيب، واحنا كلنا هنا في قناه النادي الاهلي بنشيد بمحمد نجيب. هل شفت كلام كابتن حسام البدري في هذا المؤتمر الصحفي في مؤتمر الرجاء بيبرز ما حدث اليوم امام النجم الساحلي؟ شوف يا محمد، انا النهارده الصبح كنت في لقاء اذاعي يعني. نعم. حد بيسالني الاهلي يلعب مهاجم يدافع الشغل يبقى ازاي؟ قلت لهم يا جماعه المساله ديت لا يحكمها الا المدرب. الجرعه اللي هيديها لعيبته، جرعه الدفع المعنويه، جرعه التحفيز، جرعه التهيئه، هي دي اللي هتحدد. حسام البدري الوحيد اللي هيحس بلاعيبته، هيقدروا يهاجموا، هيقدروا يلعبوا في تلتين ملعب، هيقدروا يدافعوا ويلعبوا هجمه مرتده، هيقدروا يسيطروا على الملعب في الفتره الاولانيه لحد ما يهزوا المنافس. ده بيبقى استعداد الفريق عامل. الوحيد اللي هيحس بده حسام البدري. واضح ان حسام واصل لمرحله عاليه جدا مع لعيبته، بدليل زي ما انت بتقول حسام عاشور بيغيب، فتحي بيغيب، ودول ناس من يعني الماتش ده عايز دول، عايز النوعيه دي، هدول يصرفوا منتخب مصر مش بس النادي الاهلي. بالظبط كده، بالظبط النوعيه دي، النوعيه القتاليه، نوعيه الخبره، وبيلعبوا في مركزين حساسين جدا. حسام عاشور تحديدا كل ما الواحد بيقول خلاص الراجل ده يعني خلص، اكتشف انه بيعمل حاجه ما حدش بيعملها غيره، تحسها لما يبقى بره الملعب. يعني هو وعبد الله السعيد في ناس كده لما يبقوا بره الملعب تحس بيهم، تقول يا فين حسام؟ فين عبد الله؟ فين حسام غالي؟ فين؟ هي كده، دي احاسيس كوره. انت بتتكلم عن محمد نجيب، انا بعشق هذا الانسان يعني. بعشقه لانه شخص محترم جدا، شخص ملتزم جدا، شخص منضبط، شخص زي ما انت قلت انت وميدو قبل كده في حلقات سابقه، انك وقت ما تجيبه من اي في اي توقيت تلاقيه جاهز. جاهز ده معناه ايه؟ ان الراجل شغال على طول يا كابتن. الراجل محضر نفسه على طول، ما يجيش مره يقول لك اصله اتاثر بالقعده، اصل الغيابات، اصله ما بيلعبش كتير، لا. بيدي عطاؤه ثابت، راجل محترم. طيب، مين اللي وصل الناس دي ان تفضل على هذا العطاء؟ مين اللي خد رامي ربيعه يطلع يؤدي هذا الاداء في نص الملعب؟ مين اللي وصل عمرو السوليه الى انه النهارده تحس انه شخص مختلف شويه عن قبل كده؟ تحس انه بقى حاسس بالمسؤوليه. النهارده عمرو السوليه بيلعب بروح قتاليه غير عاديه، غير عاديه. النهارده الراجل اللي مكسر الدنيا معانا ربما كان تايه النهارده في الملعب. اجاي ايه؟ انا كنت كان له دور حتى في الهدف الثاني والثالث، تحركاته. انا كنت حاسس ان هو يعني زي ما يكون ايه الناس دي؟ يعني زي ما يكون فوجئ في الملعب بحاجات ما كانش متوقعه. النهارده يا كابتن اعلى ماتش شفته لعلي معلول. ده وفي حاجه كمان، علي معلول ومؤمن الاثنين لعبوا على افضل واحد اللي هو حمدي النجاز. يعني مش بس هم وقفوه، ده جابوا منه جونين. خلينا بقى نقول بقى زي شغل الطايره. نعم. زي المديرين الفنيين بتوع الطايره لما يلعبك يقول لك اضرب السيرف على اضعف واحد في الاستقبال. نعم. فده شغل المدير الفني انه يشتغل ده، لانك انت معظم الاكوان جت تمريرات عرضيه من ناحيه الشمال. لا بس علي النهارده يا كابتن يعني في الماتشين اللي قبل كده الناس اشادت بيه بشكل غير عادي، جاب جون، عمل اسيست الجون، لكن النهارده لا، النهارده عمل مشوار طويل اللي هو تقريبا الجون الثاني او الثالث
الثالث، الهدف الثالث. لا وبدايه الهجمه جميله كمان، هو ابتداها ورامي ربيعه ثم اجاييه ثم هو كمل وتعامل الكره العرضيه، يعني حاجه جميله جدا. الكورسات بتاعته النهارده رائعه، التمريرات العرضيه. شوف النهارده انا عجبني كمان يعني في مؤمن زكريا على نفس النمط، مؤمن لذيذ جدا، الجون اللي هو اللي اداه اتفرج على مؤمن قاطع ازاي، وقبل ما يقطع بيبص بعينيه ازاي، واول ما يوصل عند المنطقه قبل ما يستلم الكوره بيبص الاول، ربما هو بيستلمها يلعبها، بعد ما استلمها زقها زقه وبص، لمح وليد، عملها الوليد مش عملها كابتن بعرض الملعب، ده عمل كده لمح وليد حطها له، هو بص الاول، بص على وليد حطتها لوليد، خد دي يا وليد. نعم. الاجتهاد ده والتوفيق ده، ده شغل لازم يكافئك بيه ربنا سبحانه وتعالى. الكره تروح على راس وليد، وكمان وليد ايه لعيب مريح جدا لاي بصير يا كابتن، لعيب مريح جدا لاي عشان حد بيتحرك صح، بيتحرك صح وبيخلق مساحات غير طبيعيه. يعني هو بسم الله ما شاء الله، حتى قبل ما يسجل اجوان، قبل ما يسجل وانا قاعد بتفرج مع الناس اقول لهم يا جماعه اتفرجوا شوفوا الراجل بيضغط ازاي، شوفوا الكره لما بيجبر البلبولي النهارده ان في كور كتير جدا مش عارف يستريح فيها، بترجع له عايز يسندها ويحدفها مش عارف، لان وليد لبخه عامله لبخ جامد، وده اللي كان بيلعب عليه كابتن حسام، وهو عارف انه هيجي وقت ان وليد هيقف على رجله ويعمل الشغل ده. انا ليه مركز على حسام البدري؟ لان زي ما بقول لك في اول الكلام صعبان عليا من الضغوط اللي بيتعرض ليها. النهارده فوز كبير جدا، فوز مريح جدا، احلى ما فيها يا كابتن انك انت مش حاسس انك مجهد. انت مفوق لاعيبتك لدرجه انك بتعمل عرض بسيط جدا. انت بتعمل عرض سهل، ما فيهوش صعوبه، ما فيهوش عنف، ما فيهوش اجهاد. بتلعب كوره حلوه وبتسجل 6 جوان فعلا. يعني ده انجاز تاريخي. بس هقول لحضرتك حاجه. اتفضل. يوم الثلاث والاربع كلنا كنا موجودين في النادي الاهلي، فشاهدنا التمرين واتكلمت مع كابتن حسام البدري واتكلمت مع الجهاز اللي معاه. النظرة بتاعت كابتن حسام البدري جوه التمرين اديت لنا كلنا طمأنينة، مش هتكلم عليا انا بشخص شخصي، ان لما تتكلم مع مدير فني وعنده هذه الضغوط ولكن جوه التمرين موصل للعبته ان مفيش مشكلة، هو ده قيمة المدير الفني اللي على ليفل النادي الاهلي. برافو عليك، برافو عليك. دي كانت من الحاجات يا استاذ خالد اللي حتى طلعت هنا في استاد الاهلي بعديها وتحدثت، ان كلامي مع كابتن حسام البدري وجوده في التمرين وحتى وقفته على اللاين على الخط والتمرين شغال وكلامه مع اللعيبه ولا كان في مشكله تماما، هو ما صدرلهمش ان انا غايب عني 2 من اهم اللعيبه، مش بس في منتخب مصر كمان، الاثنين ياثروا مع منتخب مصر، ما حسيتش النادي الاهلي بهذا الشكل تماما. الراجل ده في وجوده في حاله حب كمان داخل المنظومه انا بحسها. ممكن واحد يقول لي يا عم حاله حب ايه؟ ده مقطعين بعض، ده هاريين بعض، ده شاتمين بعض، واحد ممكن يطلع يقول لك كده يتفلسف في الكلام يعني. لا هو الفلاسفه كتير. اقول له انا اللي ظاهر قدامي ان في حاله حب بين اللعيبه. ده حقيقي. اللي ظاهر قدامي ان في ارتياح بين اللعيبه. جميع المشاهد بتقول كده. جميع المشاهد بتقول كده. المشهد بتاع الكابتن حسام من ضمن الحاجات اللي بنتكلم عليها، في فاول حصل مع مؤمن زكريا. نعم. والنتيجه 6. نعم. انفعال حسام كانك خسران وعايز تكسب. الناس بتقول لك ده بيبقى مكشم وشه في الملعب، يا راجل انتوا مش حاسين بحاجه؟ ده 6-1 6-1 وحزين ان في فاول في نص الملعب للاعيبه ما اتحسبش. ايه الراجل ده؟ ده النادي الاهلي يا كابتن. هو ده النادي الاهلي. معلش انا قلت لحضرتك يا كابتن بس حضرتك برضه لا ما هي مش ما هي هي كلها بتاعت كوره يعني. ال 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 انك توصل لعيبتك لحاله الحب دي، تعالى المشهد الرائع. قول لي ايه حالة العصيان اللي جوه النادي الاهلي؟ الموقف اللي حصل امام متعب، ايه رايك في المشهد بتاع النهارده؟ وعماد متعب بينزل الملعب وبيديله تكريمه وبياخد حوالي 25 دقيقة وانت كسبان وبينزل عماد بأريحية وبيأدي على قدر المستطاع، طبعا نازل برضه في نهايات الماتش وانت متقدم وعامل جيم خلاص يعني، انما ايه الارتياح ده؟ فريق مليان نجوم زي دول يا جماعة عشان الناس واخدة بالها، فريق مليان نجوم زي دول ومحافظ على استقراره وعلى هدوءه، لا يبقى فيه شغل عالي قوي، يبقى فيه جهاز فني محترم، يبقى فيه حاجه اسمها حسام البدري شايف شغله، سيد عبد الحفيظ شايف شغله، طارق سليمان واحمد ايوب وسيد معوض شايفين شغلهم، يبقى الناس دي فعلا عامله على نفسها كاردون يا كابتن في وقت ايه كمان؟ في وقت حرج كلنا عارفينه مش هنخوض فيه، هنغوص فيه، لكن فتره انتخابات، انما برضو
اليومين بتوع الانتخابات وحاله الهدوء والاحترام اللي مسيطره على كل الناس فرضت مزيد من الهدوء على اللعيبه. شفت الاجواء كانت عامله ازاي؟ انت كنت في النادي، شفت الاجواء عامله ازاي يومين الانتخابات، خميس وجمعه وسبت. الناس المحترمه اللي مترشحه وتعاملها واعضاء النادي وتعاملهم مع المواقف دي ولعيبه النادي الاهلي وهي بتتعامل مع المواقف دي. احنا الموضوع ده يعني هنتحدث فيه باستفاضه اكتر، ولكن احنا عندنا تقرير مع زميلنا محمد سعيد وعضو مجلس الاداره السيد مروان هشام. نذهب نشاهد ونرجع ونكمل كلام هنا من صالة كبار الزوار بعد نهاية المباراة. يسعدنا أن يكون معي الكابتن مروان هشام عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، واللي كان حريص النهاردة على الحضور مع باقي أعضاء المجلس داخل المقصورة لمتابعة هذه المباراة والفوز الهام للأهلي على النجم الساحلي. كابتن مروان مبروك، نتيجة وأداء وشكل وحاجة تفرح بالنسبة لفريق النادي الأهلي. والله هو فعلا حاجة تفرح النهاردة، أداء أكتر من روعة، نتيجة يعني مبهرة في دور قبل النهائي في بطولة أفريقيا ما بتحصلش، دي حاجة ما بتحصلش. فالحمد لله هم اللعيبه رجاله وجهاز فني عارفين شغلهم كويس، ف يعني الحمد لله ربنا كرمهم النهارده بنتيجه كبيره وباداء كويس يساعدهم ان شاء الله في ماتش النهائي انه يخشوا برضو عندهم ثقه في نفسهم وكده، واحنا ماشيين كويس في الدوري الحمد لله. فيعني لا في شغل صراحه والحمد لله، يعني ايه ربنا يكرمهم في النهائي بقى ان شاء الله. جول في اول دقيقه فتح سكه الاجوان، يعني سداسيه واهداف والاهداف كلها ملعوبه، تفعلت ازاي والجماهير الاهلي شفتها ازاي داخل الملعب؟ بص، موضوع الجماهير ده احنا يعني قلنا مره واثنين وثلاثه ان الجماهير دول بيبقى ليهم مفعول يعني اكتر من السحر كمان يعني في الملعب. اديك شفت اهو النهارده الجمهور، الفرق بتنزل قدامك بالذات في اول ربع ساعه بتبقى بتشوف منظر الجمهور مع السخونه بتاعت اللعيبه، فالناس بتبقى قلقانه. انت النهارده خطفت النجم الساحلي في اول الماتش وهي دي الفكره، وعشان كده احنا قدرنا نجيب سكور، لان هم في اول الماتش تك 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 من الاول ضغط وجوان. ف يعني بص احنا كان دايما بنعمل كده بس بينقصنا اللمسه الاخيره. النهارده الحمد لله اللمسه الاخيره كانت موجوده من اول الماتش، فده ساعدنا كتير جدا في الماتش. مكاسب كتيره اكيد طبعا النهارده، مكاسب بالجمله يعني تطلع نهائي افريقيا بعد فتره طويله انت ما كنتش موجود على الساحه خالص. في الحمد لله احنا قلنا قبل كده احنا بنعد فريق وبنبني فريق، ويعني مع الوقت هتشوفه، واعتقد انه ماتش النهارده وبطوله الدوري وبطوله الكاس وبطوله افريقيا دلوقتي اعتقد ان ده بيثبت ان احنا كنا بنبني فريق، وانه النهارده انت خلي بالك عندنا اكتر من لعيب مهم واساسي، اساسي في الاهلي واساسي في المنتخب مش موجودين النهارده، فان انت تشوف الاداء ده من غير اللعيبه دي لا طبعا يعني يشكروا على الاداء اللي هم عملوه ده، والواحد بيشكرهم الصراحه ان هم فرحوا الناس اللي جت دي ما روحتش زعلانه. واتمنى ان الجمهور يكون اكتر من كده في ماتش النهائي، لانه فعلا يعني بيبقى منظره حتى يفرح، يعني بيبقى ماتش كوره، يعني احنا بنتفرج على ماتش كوره. ربنا يخليك، ميرسي. ربنا نكمل كلامنا مع حضراتكم وناقدنا الجميل استاذ خالد العشري، كنا بنتكلم على موضوع التمرين. وصراحه من يشاهد تمرين نادي الاهلي احنا هنا يمكن بنعرض تمرين نادي الاهلي بشكل حصري يوميا، وبنبرز للساده المشاهدين ابرز ما ياتي في التمرين. كابتن حسام البدري اللي بيشاهد التمرين هيلاقي ثلاث جمل لثلاث اجوان حصلت بالظبط، حدثت في التمرين من نفس اللعيبه. كابتن حسام البدري على مدار الموسم الماضي كنا حتى هنا بنتكلم في استاد الاهلي، كابتن حسام البدري بيضرب ديفنس الخصم بتقدم الاجناب، وحدث في هدف علي معلول اللي عمله وليد ازارو. الجمله ما بين مؤمن وازارو واجاييه حصلت كتير جدا في التمرين، واللي بيحصل في التمرين بيحصل في الماتش. فدايما بنتكلم على ان كابتن حسام البدري في محاضره، وبنكرر كلمه محاضره كتير، ودايما بنطلع ونقول ان كابتن حسام البدري ما بيصفش تفصيله الا ما بيشرحها للعيبته عشان تنزل فهم كل ما يحدث في خلال 90 دقيقة، لأن الماتش ما تروح بقى ليه دوري أبطال أفريقيا بتبتدي تلعب في سيمي فاينل وفاينل، القصة مختلفة، أنت مش عايز تسيب تفصيلة. طبعا نتيجة كبيرة، ما حدش كان متوقع أن النتيجة تبقى بهذا الكم، ولكن من فضل الله سبحانه وتعالى كل من شاهد ابتسامة كابتن حسام البدري داخل التمرين وشاف التمرين هيبقى له اطمئنان. كأستاذ خالد، كل هذه الأمور أدت إلى أن النادي الأهلي النهاردة أبدع وأمتع وعامل الجمهور. شوف هنتكلم عن الجمهور، بس هكلمك بس الحته الفنيه ديت، لان انا لاحظت الجزئيه دي من حوالي خمس ست ماتشات لما بدا وليد ازارو يلعب، ازاي كابتن حسام قرر يستفيد بازارو واجاييه.
ولانه هو ما عندوش للاسف جناحين ثابتين كمهاجمين يعني يتحركوا لك من التلت القداماني، فقرر ان هو يعمل حاجه ظريفه جدا ان هو يحرر احمد فتحي ثم محمد هاني النهارده و علي معلول وربما او حسين السيد وربما الحركه دي هي اللي خلت علي معلول يبدا يظهر الفتره الاخيره. اجاييه اول ما علي بيبدا يتحرك اجاييه من الشمال بيضم على جوه بيبقى راس حربه تاني. ولو مؤمن زكريا او وليد سليمان او حمودي بيخش راس الحربه تاني، بيعمل عمليه كثافه هجوميه داخل ال 18. الفتره اللي فاتت هتلاقي دي بتتكرر كتير جدا، فهتلاقي خطوره النادي الاهلي بدات تظهر اكتر، بقى عندك اكتر من عنصر هداف بيدخل جوه ال 18. انا على فكره افتكر ان انا اتكلمت معاه في اللقطه دي مره يعني. الناحيه اليمين كذلك لما يتقدم احمد فتحي او محمد هاني دول بقوا من الجناحين بتوعه وبيقفل طبعا اذا كان صالح جمعه بيخش من هنا او عبد الله السعيد او التالت وبيفضل بس حسام عاشور هو اللي قافل مع المدافعين. طبعا انت عارف حركه انتشار اللعيبه في الملعب لما الجناحين بيتقدموا ازاي السرد باكين بيفتحوا على الجناب وازاي الليبرو النص هو اللي بينزل تحت التشكيله. طبعا انت دي كلها شغل دراسه وعلم. الفكره ديت حسيتك ان الاهلي بقى له شكل تاني، بقى له شخصيه تانيه، سجل اجوان يعني الاهلي بيسجل اجوان، مسجل اجوان الفتره اللي فاتت كتير، يعني مسجل في النجم جونين بره، مسجل في النجم هنا جونين، مسجل في الترجي، مسجل في النجم جون هناك، برضو دي حاجه مش سهله، مسجل النهارده ست اجوان، مسجل في الرجاء اربع اجوان في الدوري، ليه الطريقه اللي بيلعب بيها؟ طريقه جديده جدا، مفاجئه جدا، انا شايف انه ده كان لازم يحصل من زمان، وبدات احس بعلي معلول بشكله الجديد، وبدات احس ان هو ده اللي احنا كنا نعرفه قبل ما يجي مصر. ودي طريقه على فكره طول عمرنا يعني الاجنحه في النادي الاهلي، يعني حسين السيد حتى قبل ما يجي او صابر الرحيل، ولو رجعنا بقى ورا سيد معوض بقى حمد عبد الوهاب كابتن ربيع ياسين محمد عماره اجيال واجيال. والناحيه يعني الثانيه برضو بقى ابراهيم حسن واسلام الشاطر والناس لا عبد الصادق يعني عشرات اللعيبه برضو كانوا بيلعبوا في ناحيه اليمين. ده الفكر اللي حسام البدري عرف يرجعه. بنقول كده ليه؟ لا يا جماعه في شغل بيحصل مش عشوائيه مش مجاملات، يعني الكابتن حسام لا يتعمد انه يفطس لعيب ولا يجامل لعيب. عايز اكلمك على الجمهور، جمهور النادي الاهلي دائما يصنع الفرق، جمهور النادي الاهلي يجعلك تكون اهلاوي، جمهور النادي الاهلي بيحرك الدنيا بيحرك الحجر، جمهور النادي الاهلي حاجه مش موجوده في اي حته تانيه، يعني تفخر انك اهلاوي من وجود هذا الجمهور. النهارده جمهور النادي الاهلي قدم صوره حضاريه جماليه تشجيعيه تحفيزيه خلت النادي الاهلي هو اللاعب رقم واحد في هذه النتيجه. قبل ماتش الترجي لما رحت نتفرج على التمرين الاخيره اللي هي قبل السفر خدت من مشهد الجمهور ان احنا ان شاء الله هنكسب خلاص. اي حد بيسالني بقول له هكسب، انتهت القصه. الماتش صعب، قلت لهم هتكسب، الاهلي هيكسب، الاهلي متاهل لنصف النهائي تحدي. النهارده اول ما شفت منظر الجمهور كنت قلقان طبعا قبل الماتش بصراحه، برضو لانه الترجي يعني كان ممكن التوفيق يغيب عنك في الاول، يتاجل الفوز الماتش يرتبك، لكن التوفيق ربنا سبحانه وتعالى سهل لنا زي ما قلنا، وده شيء عظيم. يعني اول ما شفت بس منظر الجمهور قلت لا، الجمهور ده مش هيرجع خذلان، الجمهور ده هيكسب الاهلي. لا وده جمهور بجد، ده مش جمهور السيلفي، ده جمهور بجد، ده جمهور اللي بيحرك، ده الجمهور يا كابتن اللي عمالين يحاربونا فيه. ده الجمهور اللي عمالين يحاربونا فيه، واللي انا بقالي ما لا يقل عن ثلاث سنين بحارب علشانه، اذاعه وتلفزيون وجورنال وكل حاجه، في كل حاجه بقول لهم ابوس ايديكم ابوس ايديكم. الجمهور ده يا جماعه صانع حاله داخل مصر. لو افترضنا انه النادي الاهلي مؤسسه داخل الدوله زي بقيه المؤسسات، زي نادي الزمالك، نادي الاسماعيلي، مصري، اتحاد، زي مؤسسات ثانيه في مجالات اخرى اقتصاديه، سياسيه، دينيه، تربويه، اي حاجه تعليميه، فارجوكم الجمهور ده اهم عامل لانجاح مؤسسه مهمه جدا داخل الوطن. فلو سمحتوا يعني ما تحرموهوش انه يدخل الملعب وما تحرموناش منه. ورساله النهارده استاذ خالد، بعد العمليه الدنيئه وبعد استشهاد رجال الشرطه ربنا يرحمهم، رساله ان الحياه لم تتوقف ولن تتوقف في مصر، رساله حب. بص
بتخلي حتى ذوي الاحتياجات الخاصه بيرقصوا من الاغاني الجماهير، بيتحركوا الحجر النهارده. وما حدث في تمرين النادي الاهلي قبل ماتش الترجي وما حدث في لقاء مصر والكونغو، كل هذه الامور بوجود الجماهير اعتقد ان كانت النتائج هتبقى مختلفه في عدم وجود الجماهير. انا النهارده والله يعني كنت ببعت لهم رساله بقول لهم ارجوكم يعني يعني امسكوا نفسكم. ليه؟ امسكوا اعصابكم. كان ممكن لا قدر الله الاهلي ما يعديش، كان وارد يعني، كل شيء وارد، دي كره قدم. فقلت لهم يا جماعه الظروف اللي بتعيشها البلد ظروف صعبه شويه، احنا برضو زعلانين، كلنا زعلانين، ما فيش حد مش زعلان، لانه يعني اللي بيحصل ده ماساه يعني، تجرح قلب اي حد اي حد. ولما تشوف المناظر وصور اولادنا يعني انا شخصيا ما بقدرش اتفرج عليه، يعني بجيب لك من الاخر يعني، انا ومراتي لما نبقى الجرنان قدامنا بنقلب الجرنان، يعني الواحد قلبه ما بيجيبوش انه يشوف شاب زي ده في وضعيه زي دي. اللهم صل على مصطفى. المهم عشان بس ما نسرحش، ربنا يرحمهم وربنا بس انا برضه هقول ازود على حضرتك حاجه، يعني الصراحه ست اللي هو مشهور مدير الكوره طبعا في طبعا حرس طبعا الحدود طبعا بنعزيه طبعا، ربنا يعني برضه ايه يرحم له ابنه اسلام في مداخلته وكل مداخلاته، قمه في الايمان وقمه في الثقه، اللي هو مشهور ده شخصيه رائعه، قمه في كل شيء صراحه، رائعه. يدينا امل. عنده ابن ثاني في العمليات الخاصه حتى تنقله؟ لا مش هنقله. عنده طبعا الجنازه الشعبيه، قال لك انا شفت اطفال صغيرين بينادوا بمصر وبينادوا ضد الارهاب، وده معناه ان في اجيال. فدول الصراحه ادولنا انطباع جميل جدا ان قد ايه قد ايه الايمان بالله سبحانه وتعالى بيخلي المؤمن يطلع من الكون. انا عشان كده كنت بقول لجمهورنا يا جماعه اتعاملوا على قدر المسؤوليه وحسوا بالموقف اللي احنا فيه، يعني لو لا قدر الله الاهلي خسر نكون هاديين، نكون بسطاء، ما ننفعلش. هي في النهايه مباراه في كره القدم، الخساره فيها مش هتبقى افدح من الخساره الاخرى من اللي حصل. فارجوكوا تماسكوا، حتى لو ربنا كرم الاهلي وكسب برضو عايزين نفرح على قدر الحدث، لانه اكيد في ناس مجروحه. كابتن محمد احنا ساعات نقول ايه، نقول للجمهور للناس يعني ان كره القدم بتفرح، طبعا كلنا عارفين انه الالم ده بيبقى صعب شويه، مش بس هو لكن هي سنه الحياه، هو دي سنه الحياه، ولكن طبعًا هو برضه هو الارهاب عايزنا نخش في جو الاكتئاب. لا ما احنا في جو لكن الدوله لن تسقط والحياه ستستمر طبعا. لا من عجائب ربنا سبحانه وتعالى كمان انه بيوزع المشاعر، يعني استحاله انك انت هتخلي وطن باكمله يغضب في وقت واحد او يفرح في وقت واحد، يعني هي ترتيبات ومستويات، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعمل حاله حزن هنا فيقابلها حالة فرح هنا عشان يحصل توازن حتى في الحياة. واحنا يعني احنا كشعب مصر عندنا جلد غير عادي، وعندنا صبر غير عادي، وعندنا تحدي غير عادي. بنزعل وبنقدر مشاعر الأم والأب والأخ والأخت اللي بيحصل عندهم هذا الحادث الجلل، لكن في النهاية عارفين انهم متماسكين وصابرين، لما بيدركوا ان أولادهم ان شاء الله ان شاء الله في الجنة دي حاجة بإذن الله بتريح اعصابهم. استاذ خالد اتحدث معاك في ملف مهم جدا. نادي الاهلي منظومه ما شاء الله ناجحه بكل المقاييس صراحه، مجلس اداره النادي الاهلي مهندس محمود طاهر، انا هتكلم من بدايه ماتش الترجي اللي هناك. اولا قرار وجوده كرئيس بعثه، النادي الاهلي متعادل هنا 2-2، وجوده في تونس مع النادي الاهلي كان قرار شجاعا، والصراحه قلب الدفة إلى رصيد النادي الأهلي كثيرا كثيرا كثيرا. أيضا نفس الشيء وجوده ودعمه للفريق، والأفضل من كل شيء أنه قدر واستطاع أنه يقفل على الفريق من موضوع الانتخابات. كيف رأيت هذا الموضوع؟ شوف هقول لك على حاجة، يعني محمود طاهر ما خرجش عن السيناريو اللي دائما وأبدا أبناء النادي الأهلي بيمشوا عليه. منهج إبعاد اللاعبين عن جو الانتخابات ده مشهد تاريخي بيحصل طول عمره في النادي الأهلي. النادي الاهلي طول عمره بيعرف يبعد ولاده عن الاجواء دي، فالمهندس محمود طاهر كمل المسيره ونجح فيها. الجزئيه الثانيه انه لما بيجي حدث صعب بيظهر معدن الناس اللي فاهمه حجم المسؤوليه. اتقال قبل ماتش الترجي انه مش هيسافر، سافر وسافر ماتش النجم وتحمل، وسافر النهارده اسكندريه وتحمل، ومسافر الماتش النهائي
يعني حتى هو كان في مداخله النهارده في مع يعني كابتن مدحت شلبي، فبيقول له يعني ان شاء الله ربنا يوفق ويبقى في نتيجه ايجابيه، نتيجه طيبه عشان نسافر واحنا مستريحين. فخاف الناس تفهم انه بيقول مش هسافر لو في نتيجه طيبه، قال لا هو صلح نفسه، قال عموما ايا كانت النتيجه ان شاء الله احنا مسافرين. بنقول للناس ايه؟ ان هو ده النادي الاهلي يا جماعه، دي مدرسه النادي الاهلي، وده كيان النادي الاهلي طول عمره. فيه انا كنت دايما اقول جمله يمكن ما قلتهاش في قناه الاهلي من زمان، انه النادي الاهلي ده تحس انه جواه نهر. والله يا كابتن يقول لك انت ما تشرب من نهر النيل مش عارف تشرب من ميتها ترجع لها تاني، النادي الاهلي فيه نهر تخش تشرب اول ما تحط رجلك فيه، تشرب منه، بتشرب مبادئ، تشرب شويه اخلاقيات، تشرب شويه قيم، بتشرب شويه مفاهيم محترمه، تشرب الانضباط، بتشرب معنى المسؤوليه، بتشرب التحدي، تشرب الكفاح، الاصرار، الادب، العزيمه وعلى تحقيق الانتصار، كل الكلام ده. فتلاقي اي حد بيقعد على كرسي قياده النادي الاهلي بالتوالي والتتابع كده، دي سياسه ما بتتغيرش، دي عامله يعني عامله زي السياسات اللي بره، السياسات الدول الكبيره اللي بره، تتغير الرؤساء، تتغير الحكومات، لكن كله بيجي يكمل مسيره واحده. بصراحه استاذ خالد برضو الكلام عن موضوع صراع الانتخابات وكلمه صراع وكلمه معركه الانتخابات ده مش موجود جوه النادي، اللي موجود ده على وسائل الاعلام فقط. النادي الاهلي انضف من كده، وانا اخترت يعني مصطلح انضف، انضف من كده كثيرا. مفيش حاجه، مفيش الكلام دوت، الا ده بالعكس، الناس كلها عشره عمر، معرفه سنين، وكلهم شوف. اسره واحده، النادي الاهلي دائما اسره واحده يا استاذ خالد. شوف يا كابتن، خميس جمعه سبت اللي كان عايز يتعلم يعني ايه النادي الاهلي كان لازم يروح النادي الاهلي في الجزيره. خميس جمعه سبت. جميع المرشحين قمه الادب، قمه التواضع. مفيش حد شايل غل ولا كراهيه لحد. يعني انا اتكلمت مع كل الناس اللي في الجبهتين، اللي هنا واللي هنا. اللي هنا واللي هنا. اسمع الكابتن الخطيب وهو بيتكلم على المهندس محمود طاهر، والعكس، واسمع المهندس محمود طاهر بيتكلم على الكابتن الخطيب. بيحصل فين ده؟ لا بيطلعوا يقطعوا في بعض في اي حته ثانيه، وبيهاجموا بعض، وبيحاربوا بعض، وبيدوروا على سلبيات بعض. والناس دي، الناس دي باللي معاها، محمود طاهر باللي معاه، محمود الخطيب باللي معاه، ما حدش فيهم بيطلع يقطع. كون بقى في بعض العناصر مثلا مش اللي بتتكلم كويس عن ده او ده، برضو يعني في ناس بتطلع تتكلم كويس عن كابتن خطيب او المهندس محمود طاهر، ما بتكلمش على دول، انا بتكلم على اللي بيطلع ينتقد او يتجاوز. انا ماليش دعوه بده، اللي هي دعوه بابن النادي الاهلي اللي بيطلع يتكلم. تسمع محمود طاهر بيشعر في الكابتن خطيب، تسمع الكابتن الخطيب واللي معاه، ودي شهاده وحسب عليها قدام ربنا سبحانه وتعالى. لما بتيجي سيره محمود طاهر احلى كلام بسمعه، وخارج الهوى يعني، ما بيبقاش على الهوى، خارج الهوى الناس بتتكلم عليه بطريقه رائعه جدا. هو ده النادي الاهلي، هو ده سلوك النادي الاهلي. ناس داخله معركه انتخابيه، بنسميها بحكم التاريخ اللفظ الدارج، نعم. يعني معركه انتخابيه، ولكنها معركه شريفه، معركه نظيفه. ما تحسش حد عنده غل، ما تحسش ان حد عنده تربص، ما تحسش ان في حد عمال بيفتش ورا التاني عشان يدور على حاجات مش موجوده. ما فيش، في ناس عارفه حجم المكان اللي هي فيه. كابتن الخطيب لما بيقعد وداخل انتخابات النادي الاهلي عارف ان في مجلس اداره شغال قاعد هادي، وبيخش النادي الاهلي الناس بتلف حواليه طبيعي، زي ما المهندس محمود طاهر تاني يوم جه ناس لفت حواليه طبيعي، كل واحد فيهم له ناسه، كل واحد فيهم له قناعاته. ودي الجمعيه العموميه بتاع النادي الاهلي، يعني ننزل بقى من مجلس الاداره والانتخابات، الجمعيه العموميه بتاع النادي الاهلي. في نقطه ثانيه ملهاش علاقة بأنا ميال لأنهي كفة خالص، ولكن مثلا خالص. وجود المهندس محمود طاهر ده بيجبرني إن أنا مثلا لو أنا موجود في النادي الأهلي أروح أتصور معاه وأسلم عليه، ونفس الشيء لو وجود الكابتن محمود الخطيب برضه هيجبرني إن أنا أروح أتصور معاه وأسلم عليه. طبعا، وده حصل على فكرة معانا شخصيا، ده ده, ده 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 شيء عادي، شيء ده طبيعي. حصل معانا شخصيا، لأن أنا برضه خد بالك وأنا قلت الكلام ده هنا قبل كده، يعني أنا بالنسبة لي قلناه كلنا عشان بس ما حدش مش بنتاجر بحاجة، يعني احنا اتفقنا قبل كده ان ده كابتن محمود الخطيب. بس انا برضو هرجع تاني للنقطه الاهم النهارده، طبعا احنا نتحدث عن الحدث الاهم وهو تاهل النادي الاهلي لنهائي دوري ابطال افريقيا. البطوله لم تحسم بعد، ولكن يحسب لمجلس الاداره دعمه للفريق وانه قفل عليه بعيدا عن جو الانتخابات. ده كلام طبعا محترم، ما نقدرش نتجاهله. وكابتن حسام برضو خد بالك انه عنده خبرات بهذا الموضوع، والمهندس محمود طاهر عنده خبرات، يعني ما كان موجود قبل كده برضو حضر انتخابات وشاف الدنيا بتمشي ازاي في المواقف اللي زي ديت، وعرف انه ما ينفعش
يعني اللعيبه تتواجد في هذا الحدث. واللعيبه نفسها على فكره بتنقب نفسها كابتن، خد بالك اللعيبه نفسها بتبعد عن الاجواء دي، ما بتحبش تقرب، ما بتحبش تحط نفسها في موضع شبهات، ما بتحبش تظهر في مشاهد خارجه، ما بتحبش تبدي تعاطف مع سين او صاد من الناس، ما بتتكلمش. خد بالك يعني ما تلاقيش مثلا لعيب في الجيل الحالي بيتكلم، ممكن لعيبه قدام عادي ده حقهم خلاص، اعضاء نادي ولاد نادي كل واحد حر في كلامه، لكن لعيبه حاليين اللعيبه نفسها يا كابتن عندها الخبره دي، عندها المفهوم ده. مفيش لعيب النهارده في النادي الاهلي هيقعد يكلمك في انتخابات اطلاقا، الناس دي عارفه ان دورها النهارده الملعب، وعارفه ان عندها مهمه. محترف محترف ايه ده، عنده اسبوعين جايين المجد كله، المجد كل المجد، انت خلاص على بعد ايه 180 دقيقه من كاس العالم، ترجع النادي الاهلي الثاني بعد غياب طويل لكاس العالم. النادي الاهلي تاهل 11 مره للنهائي، الكل يبحث عن الكاس التاسعه. هل النهارده شفت النادي الاهلي بشخصيته اللي فرضها على النجم الساحلي بجمهوره العظيم، هل ان شاء الله يوم الاحد المقبل وهو هيبقى مباراه الذهاب، هل برضه زي ما كان جمهور النادي الاهلي هو العامل الفيصل في لقاء اليوم، هل هيكون من العامل الفيصل في لقاء الاحد باذن الله؟ الاهلي رجعني النهارده للمقوله الشهيره، الاهلي بمن حضر. بمن حضر عشان الناس تفهم، يبقى الاهلي مش بالاسماء، الاهلي بشخصيته، الاهلي بكيانه، الاهلي بثقافته. اما يغيب عندي النهارده، يغيب عني النهارده احمد فتحي، حسام عاشور، وعبد الله سعيد ما يبداش، وليد سليمان ما يبداش، اربع عناصر خبره تقال، والاقي نفسي ماسك الملعب وبكسر الدنيا، يبقى الاهلي بمن حضر. يعني ايه يا جماعه تاني بمن حضر؟ يعني في شخصيته تاني عشان الناس تبقى فاهمه، بثقافته، بقدراته الخاصه، بوعيه، بتربيته، باخلاقه، بمفاهيمه، بسياساته، بقناعاته. ده النادي الاهلي اللي بنتكلم عليه، هو ده النادي الاهلي اللي بنتكلم عليه، مش سين او صاد او عين من الناس، لا، زي ما قلنا اللي بيخش النادي الاهلي بيشرب المفاهيم اللي اتكلمنا عليها دي يا كابتن. فالنهارده تفاجئ، ماتش حساس جدا، ناس كتير كانت خايفه، ناس كتير خايفه، وخايفه لما لقت ان في لعيبه كتير بره الملعب. انت بادئ النهارده بدون اربعه، النهارده يا كابتن في فرق لما بيغيب عنها لعيب ركبها بتخبط في بعضها. بس اقول لحضرتك حاجه، اتفضل. النهارده في استوديو التحليلي في استاد الاهلي كان ضيوف بيتحدثوا عن مشاكل النادي الاهلي، قلت لهم لا، النجم هو اللي عنده مشاكل، النجم هو اللي هيواجه مشاكل مع النادي الاهلي، النادي الاهلي هو اللي هيسيطر على الكوره. أيوة، وصراع نص الملعب النادي الاهلي هيكون هو اللي له اليد العليا وبوجود الجمهور. وفكرتهم بنهائي 2012 وحضرتك تتذكر ان الاهلي امام ترجي، محمد ابو تريكه لم يلعب طبعا، محمد بركات لم يلعب، سيد معوض لم يلعب، والنادي الاهلي بمن حضر فاز، سيد حمدي وجده وكان الباك الشمال احمد شديد قناوي لو الناس تتذكر، وذكرتهم بهذا الامر. وليد سليمان وليد سليمان طبعا لما الجون الثاني، الجون الجميل. فنادي الاهلي فعلا بمن حضر. على فكره كل جوان وليد جميله جدا جدا جدا، حتى الجون بتاع النهارده يعني انت ما تسترجع اهداف وليد سليمان، على فكره كلها جوان رائعه رائعه، فيها متعه، مش جوان عاديه، تصويبه هايله، مراوغه، خاطفه، ضربه جزاء، كل جوانه جميله جدا. بس الجول بتاع النهارده ده يعني ايه، ربنا سبحانه وتعالى بيكافئه. طب انا هقول لحضرتك حاجه كمان، النهارده النادي الاهلي فقد صالح جمعه في وسط المباراه، وصالح جمعه كان هو الورقه اللي عليها التعويل كله، اللي عليه تمويل كله طبعا. ولكن كابتن حسام بدري حتى فضل انه عدم اشراك عبد الله السعيد، واشرك وليد سليمان لثقته في امكانيات، ثقته في امكانيات وليد وحفاظه على عبد الله. ما كان ممكن يغامر بعبد الله، نعم. على فكره كان ممكن يدي لعبد الله حقنه زي ما بيحصل، نعم، مع ناس كتير ومع لعيبه كتير في اماكن كتير. لكن الراجل زي ما انت قلت في اول كلامك بقى، الابتسامه اللي شاف اللي انت شفتها على وشه، والحوار اللي دار بينك وبينه، هو ده انه لا، طب انا بدول هكسب ليه؟ لانه مهيئ كل اللعيبه، مش زي ما الناس بتقول اصله مقتصر على 12 13 لعيب. لا يا جماعه، ده النهارده اربع لعيبه تقال عمالقه اساسيين بره الملعب، والراجل بيطلع لك اللعيبه من جديد، بيرجع لك النهارده كريم ندفد يلعب من جديد في ظل الظروف اللي انت فيها، بينطق لك وليد ازارو اللي انت ما كنتش عايزه يلعب، النهارده علي معلول بدا يلعب، مش يجيب جون ويعمل اسيست، لا بيلعب، النهارده علي بيلعب، دفاع وهجوم على اعلى مستوى، محمد هاني تحس ان هو دي طبعا دي لقطه نو متعب نو بارتي، دي شبيهه بتوتي بلس 90، متعب دائما بيحرز اهداف في الدقيقه 90. موضوع متعب
متعب من اللعيبه المحبوبه لجمهور النادي الاهلي، متعب من اللعيبه اللي فعلا اعطت للنادي الاهلي الكثير، متعب من اللعيبه اللي حصل على قلوب جماهير النادي الاهلي، متعب احرز في الزمالك، متعب احرز في كل الفرق الكبيره، متعب احرز لمنتخب مصر اهداف مهمه جدا، وهو مرتبط بموضوع فرانشيسكو توتي حتى في اخر ايامه مع روما كان نفس الموضوع. جمهور النادي الاهلي يعشق عماد متعب، ومتعب يعشق جمهور الاهلي. والنهارده بصراحه كابتن حسام البدري رد بقى على بعض وسائل الاعلام، يعني برضو استاذ خالد كان في احد الجرائد سايبه ماتش النادي الاهلي والنجم، وسايبه مشكله حسام عاشور واحمد فتحي و و و و و وعامله صفحه كامله حاطه ان كابتن حسام البدري وعلامه الفي اللي هو ضد عماد متعب. فده كان امر صراحه مثير جدا بالنسبه لي، يعني اين المهنيه؟ اين الوطنيه؟ اين ماشي انت عايز تصدر ازمه عشان تتقري وعشان تتشاف، هل هو دي الصحافه؟ هل هي دي المهنيه؟ في هقول لك على حاجه، في بعض الصحف بتعتمد على ده، وفي بعض الصحف احيانا بتستخدم ده، يعني بيحسوا ان هو لقطه مثيره. هم شايفين ان يعني بدل ما يشوفوا ان حسام البدري بيشتغل على التيم، بيشتغل على الفرقه، بيشتغل على الفوز، بيشتغل على الاداء، بيشتغل على الجاهزيه، فيشوفوا ان هو بيشتغل ضد عماد متعب. طب يعني هو بيشتغل ضد عماد متعب وما بيشتغلش مع يعني بيشتغل مع بقيه اللعيبه الا عماد متعب؟ ايه السبب؟ ايه السبب يا جماعه؟ اطلاقا الراجل انا قعدت معاه اكثر مره في الموضوع ده بنتكلم، يعني في صدفه بنتكلم، الراجل بيقول يا جماعه انا معايا فريق، انا معايا فريق. طب انا النهارده تعاطفا مع الجماهير اشركت عماد متعب وموفقتش وخسرت في ماتش، الجمهور اللي كان عايزني اشرك عماد متعب هيقول لي ايه؟ لن يعرف. انت غلطان انك انت لعبت عماد متعب، يبقى انا اللي هحاسب في النهايه، فسيبوني امشي المركب زي ما انا عايز. متعب متعب معشوق جماهير مصر بالكامل يا كابتن محمد، مش الاهلي بس، جمهور الزمالك بيحبه جدا لدرجه ان هم ساعات يقولوا ايه يا اخي والله نفسنا الكابتن حسام يلعبه. سيبك من الكوميديا بقى، يقول لك انتوا عايزينه يلعب عشان مش هيسجل اجوان وبتاع، لا خالص، عماد فعلا عنده رصيد من الحب. انت عارف اللي محبب الناس فيه ايه اكتر؟ ان هو شخص جميل جدا. بالك محمد لو حد تاني غيره كان ممكن اتعفرت واتنطط وتجاوز، سيبك من انه انفعل برضه في موقف او حاجه، لا كان ممكن طلع يتكلم في الجرايد، عماد ما بيتكلمش، كان ممكن قال لك انا همشي، انا رايح اي نادي تاني، سيبوني، عامل خناقه كل خمس دقايق، لا الراجل صامت احيانا كانسان، كانسان يا جماعه، مش انه بني ادم. استاذ خالد اي لعيب في الدنيا عايز يلعب. لا يعني ده وضع طبيعي، يعني انا كانسان هو حتى بالظبط، يعني ممكن يعني اعبر عن غضبي باي مشهد عادي وارد، انا لازم اقدر ده. هل اللي عمل ده انسان منفلت بطبيعته؟ انسان منفلت دائما ولا انسان طبيعي وفي لحظه عبر عن غضبه باي مشهد او باي لقطه؟ يعني انا برضو ما انا لازم اوازن، لازم يعني اميز في العقوبات زي ما بايز في المكافآت، اميز في العقوبات، مش اعاقب واحد كل يوم بيغلط زي ما اعاقب واحد غلط فجأة. جيش يقول لي لا ده غلط نفس الغلطة، مش القصة مش غلط نفس الغلطة، لا قصة في واحد خطأ واحد مخطئ. يعني واحد مخطئ واحد خطأ، الخطأ ده خلاص خير الخطائين التوابون زي ما بيقول. ففي واحد ممكن يغلط غلطة تعاقبه على قدر مسيرته، وفي واحد مخطئ على طول طول ما واحد بيغلط، لا العقوبه بتختلف. فانا بقول لك عماد متعب شخص جميل، كشخص جميل قبل ما يبقى لعيب جميل، وده اللي محبب فيه كل الناس وكل الجماهير، وده اللي مخليه دايما ما تلاقيش حسام البدري حتى لما متعب يغلط والجمهور يثور والاعلام زي ما انت بتقول يعمل انفعال، لا يمكن تلاقي حسام البدري يطلع يقول كلمه غلط في حق عماد. لا كابتن حسام البدري صراحه بالعكس، يعني في هذه الامور بيتعامل بحنكه وخبره كبيره جدا تحسب له، خاصة ان برضو صعبة جدا استاذ خالد ان انا اكون بحافظ على قوام فريق في نفس الوقت بان انا بشرك 11 فقط الجاهزين اللي هم بينفذوا لي فكرة، دي بتبقى صعبة جدا. اصعب حاجة نيبوشة، نيبوشة المدير الفني بتاع الزمالك كانوا بيكلموه على اللعيب، قال لهم يا جماعة انا ليه 14 لعيب في الماتش، انا عندي 30 لعيب بس 11 بيلعبوا ثلاثة هينزلوا بدلاء، في لعيبة بتروح ضحايا، في لعيبة بتروح ضحايا، الكلام ده احنا بنقوله هنا عندنا بقالنا سنين، الراجل جه ما كملش شهرين ثلاثة وبدأ يقول نفس الكلام غصب عنه. فوارد جدا يا جماعة انه يحصل ضحايا، وارد. عماد متعب لعيب كبير بس الظروف مش عايزة تسمح انك تبدأ تديله الفرصة المناسبة، الوقت ضيق وعصيب والضغوط متوالية. انت النهارده حتى انت بتلعب ماتش دوري
يعني الناس هجمت الكابتن حسام يقول لك اصله لاعب حسام عاشور فوسي يا سيدي. هو انت عايزه يعني انت عايز يعمل ايه؟ وارد كانت تحصل في التمرين بالظبط كده، وارد يعني تحصل في التسخين كمان بتاعه المباراه نفسها. يعني 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 هو لازم انا اعترض وخلاص؟ لازم اعترض على الراجل وخلاص؟ لا يا جماعه، انا عندي قناعات انه لازم المدرب ياخد فرصته كامله. وانا بقول للناس كلها دلوقتي الكابتن حسام عنده عده استحقاقات يا جماعه عشان تبقوا فاهمين، ودي اللي مخليها ماشي بالمزوره. نمره واحد عايز ياخد بطوله افريقيا، نمره اتنين عايز يعمل فريق جديد، نمره ثلاثه ان شاء الله بعد بطوله افريقيا هنشوف تغيير كامل في الصفوف وفي الفكر وفي الاداء، نبدا مرحله ثانيه عشان عنده لعيبه كتير جدا محليا هيبدا يستفيد بيها ان شاء الله. ف صبرا صبرا يعني. استاذ خالد، كان في تصريح النهارده لسياده اللي هو شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي بزياده عدد الجماهير ل 80,000 في لقاء ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا، هل برضو ترى ان زياده الجماهير في مصلحه النادي الاهلي؟ طبعا الجمهور بالنسبه للنادي الاهلي هو فعلا ترمومتر، هو اللي بيبعث جواه الروح. الاهلي من غير جمهور ضعيف جدا. الاهلي من غير جمهور ضعيف، دي عمليه تلاحم يا كابتن. في فريق يتاثر بالجمهور تاثر سلبي. في فريق لو جبت له جمهور ممكن يتاثر تاثر سلبي، مش متعود عليه. الجمهور له ضغوطات اساسا وله صوت مش بيقول ايه، له صوت، الصوت ده ممكن يزعج لعيب في الملعب. لكن في لعيب اقول لك على حاجه كوميديه على فكره، يعني حاجه فيها مداعبه، الناس هتقول ايه الراجل ده بيقول ايه؟ لا انا بقول لك كده، في الارياف زمان الناس ما كانتش تقدر تقعد طول الليل الا هي مولعه الوبور بتاع في تلاحم. في ناس تولع الغساله بالليل في ايام الشتاء وتستمتع بيها، خد بالك شو انت بتضحك. في ناس ما تبقاش طايقه تسمع اي صوت. هي القصه كده على فكره، في تلاحم، في تناغم. هي كره للجمهور يا استاذ خالد. سيبك من القصه بقى، كره للجمهور. كره للجمهور. انا ما اقصدش حق الجمهور، انا عايز اقول لك ايه؟ التناغم اللي بين اللعيبه والجمهور. النادي الاهلي يا جماعه، النادي الاهلي ونادي الزمالك والاسماعيلي، الانديه الشعبيه الجماهيريه مرتبطه بالجمهور فعلا ارتباط غير طبيعي. النادي الاهلي فعلا، النادي الاهلي اداره، خمس عناصر، مالناش دعوه بالعنصر الخامس عشان ما حد يبقاش مشبوه، لكن معروف طول عمره، اداره، جهاز فني، لاعبين وجمهور. دي عناصر ومقومات البطل. بيحصل في ناس عندها ده، لكن الفوارق في الامكانات، فوارق في القدرات. الجمهور النادي الاهلي عنده ثقافه، جمهور الاهلي عنده ثقافه مش عند اي حد، زي جمهور الزمالك انا بشفق عليه برضه بثقافته دي، خد بالك جمهور الزمالك برضه جمهور عظيم وبيعمل حاجات برضه عظيمه والله العظيم. فاخر حاجه يعني انه الجمهور طبعا لا، في تناغم مع النادي الاهلي، ومهم جدا انه يتواجد مع النادي الاهلي يعني. استاذ خالد العشري بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ومشرفتني ونورتني، ومبروك مرتين للنادي الاهلي. شكرا ليك ومبروك لجماهير النادي الاهلي في كل مكان يعني. مشاهدينا في كل مكان، ده كان اخر حاجه معانا في تغطيتنا النهارده، بشكر كل طاقم العمل، كنا مع حضراتكم لحظه بلحظه، جبنا لكم النادي الاهلي منذ بدايه يعني تناولوا الافطار في فندق الاقامه، وحتى بعد المباراه، وحتى بعد كل ما شاهدنا الاحتفال والانتصار الجميل. لسه في كتير، لسه بطوله دوري ابطال افريقيا لم تنتهي، النادي الاهلي عنده مباراتين في منتهى القوه امام الوداد المغربي، كل امنيات للنادي الاهلي بالفوز. اسيب حضراتكم مع حاجه مهمه جدا، اربع حروف كتبوا الانجاز، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
شكرا للكابتن التتش وصالح سليم ورفعت الفلاجيلي وعزيز فهمي وتوتو والجواري والخطيب.